بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. سؤال حلو من الأخت سلوى مالك، بتقول لماذا قال السيد المسيح لمريم المجدلية لا تلمسيني بينما سمح أن يلمسه توما الرسول؟ الإجابة على هذا السؤال بنعمة المسيح وإرشاد الروح القدس. فعلا المسيح قال لمريم في اللقاء ده لا تلمسيني، وده ذكره القديس يوحنا في 20:17. ولكن ما كانش هذه المرة الأولى اللي ظهر فيها المسيح لمريم المجدلية، ظهر لها مرات سابقة زي ما قال لنا القديس متى في إنجيله إصحاح 28:1، في هذه المرة سمح إن هي تلمسه قبل التلاميذ والرسل الأجمعين. لو فاكرين يقول كده هوت إن الملاك قابل مريم المجدلية ومريم الأخرى لما راحوا القبر وشافوا القبر فارغ والحجر قد دحرت من عليه، فبشرهما الملاك بقيامة رب المجد من بين الأموات، وهم خارجين قبلهما ربنا يسوع المسيح. وذكر لينا القديس متى فتقدمتا وأمسكا بقدميه وسجد له، دي في متى 28. فمش كده وبس، ده ربنا كلفهم يذهبوا إلى الجليل ويبشروا التلاميذ بالقيامة، وراحوا وعملوا كده وبالذات مريم المجدلية. لكن لما ربنا قال لها لا تلمسيني، يعني هي ما بين الظهور الأولاني والظهور الرابع، ده رابع ظهور، ولا لا تلمسيني لأن بتوين حصل حتل تشك، ابتدى إيمانها يشك رغم أنها شافت المسيح ولمسته وسجدت ليه. طبعا ده لأسباب كثيرة. فاكرين مثلا لما كتب أنه رؤساء الكهنة أشاعوا أن تلاميذه أتوا ليلا وسرقوه وهم نياما، وهم بيرجع بيها للحراس أشاعوا، فيبتلت تصدق الحكاية دي. كمان بعض التلاميذ لما راحوا قالوا لهم شكوا في قيامة المسيح، بتقول يعني كان تلاميذه شكوا يبقى شحال أنا. المرة بعد كده لما ظهر لها المسيح وكانت بتبكي خارجا والملكان بيقول لها لماذا تبكين، وقالت طب انت شفتيه قبل كده، يقول اخذوا سيدي ولست اعلم اين وضعوه، يبقى صدقت الإشاعة اللي اشعوها رؤساء الكهنة ان التلاميذ اتوا ليلا وسرقوه وهم نيام الحراس. وتقول للإنسان اللي هو شخص المسيح لكن ظنته نوع بستاني، تقول له إن كنت قد حملته فقل لي أين وضعته أنا آتي وأخذه، دي في حنة 20:15. لما المسيح ظهر لها في المرة الرابعة ولما قالها كلمة يا مريم، فعرفت صوته وقالت له يا معلم الذي ربوني الذي تفسيره معلم، وحاولت ان هي تلمسه قال لها لا تلمسيني، لان هذا الايمان ممزوج بالشك. فالمسيح قال لها ما تلمسنيش، لا تلمسيني اي لا تقتربي الي بهذا الشك وبضعف الايمان وبهذه العقيده. فبعد يا مريم ما شفتيني وامنتي ومسكت بقدمية وسجدت قدامي وكلفتك انك انت تروح للتلاميذ، ترجع تشكي؟ اما عبارة لما بقول لها لا تلمسيني لاني لم اصعد بعد الى ابي، معناها لا تلمسيني بهذا الايمان المملوء بالشك، لاني لم اصعد بعد الى في ذهنك الى مستوى ابي في لاهوته. انت بتبصي لي ازاي مريم؟ ده انا الاله المتجسد، من رآني فقد رأى الاب، صدقوني اني في الاب والاب فيا.
فانت بتعامليني كبستاني او بتعامليني كانسان عادي، ما تلمسنيش الا لما تكوني متاكده ان انا الاله المتجسد ربنا يسوع المسيح هو الاكنوم الثاني في الثالوث الاقدس. ان احنا نؤمن باله واحد مثلث الاقانيم، الله الاب الله الابن الله الروح القدس. كون ان هي سجدت لي في الاول معناها بتعترف بلاهوته، بتعترف ان هو الاله المتجسد. انما بعد كده لما شك يقولها ان الا لم اصعد بعد في ذهنك الى مستوى ابي. احنا المفروض يبقى عندنا ايمان وثقه اكثر من كده. اما بالنسبه لموضوع توما الذي لم يصدق التلاميذ انهم راوا الرب، هو قال لهم كده، انا ما كنتش احط ايدي في ايديه واحط ايدي في اثر المسامير وفي الحربة التي كانت في جنبه لا أبصر لا أؤمن. هو نوع من الضعف، مع أن ربنا يسوع المسيح قال لهم أن ابن الإنسان سيسلم الموت وسيصلب وفي اليوم الثالث يقوم من الأموات، يعني أعدهم للحاجات دي كلها، لكن هو ضعف وشك. إنما الحاجة المهمة قوي أن المسيح أزال شك توما في المرة اللي شك فيها، وبعد لما شك وشاف الإيمان وخلاه يلمس فقال له ربوني يا معلم، سوري، فقال له إيه ربي وإلهي، وسجد لي برضو. هنا مش زي ما بعض الناس قالوا المسيح ما خلاش مريم تلمسه عشان دي امرأة وتوما يلمسه عشان ده رجل. احنا ما عندناش كلام الفاضي ده، ليس رجل ولا امرأة، ليس عبد ولا حر، ليس يهودي ولا يوناني، الجميع واحد في المسيح. وعلى فكرة لو كان توما مثلا بعد لما شاف ولمس وقال ربي وإلهي شك مرة ثانية، كان برضو المسيح يقول له لا تلمسني. ده موضوع مهم جدا ان احنا نعرف ترتيب الأحداث والمرات اللي حصلت بيها، وناخد الكتاب المقدس كوحدة واحدة. ما ينفعش اللي انا اخد جزء واسيب جزء، لأن كل الكتاب موحى به من الله، وربنا يسوع المسيح هو حجر الزاوية، زي ما قال معلمنا بولس الرسول في أفسس 22، مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية. ربنا يخلينا بإيمان ثابت فيه وبدون شك. لربنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.